تشرب قهوة؟ قهوة. بشرب. حطيت على النار. منيح. ما سمعان صوتهم؟ يمكن نايمين. بلكي بتنامي لك شوي. مستحيل بنهار. دقت اخلاقك ما؟ ها؟ قلقانة على خليل. راسه مليان هموم ومشاكل، وكمان كانت ميرنا ناقصته. معقول يعرض حاله للخطر هيك كرمالها؟ ومعقول هي تقدر تسعده؟ يا ريت ما افترقتوا، مو هيك؟ كان كل شي تغير وما في هموم. حتى أبوك كان مستحيل يأذي صهره كرمالك أنت يا زينب. وما علق خليل بهالمشاكل، ولا مات ولا هرب ولا عرف ميرنا. متعلق فيها ومستعد يضحي بحياته مشانها. لا تفقدي الأمل يا زينب، الحياة كلها مفاجآت، والإنسان عايش بالبحر، موجة بتاخده وموجة بتجيبه، وقد ما بيمر على راسه عواصف ورياح بيصير بده يدور على مينا آمن ليرسى فيه. بتعرفي أنت أأمن مينا لخليل، رح يتعب من العواصف ويرجع. أمو استني بنتي، استني. مو لازم تاخذ اذن بالليل عشان تروح تستنى ابوك؟ المشكله وين بدنا ننام؟ اذا قال بدي انزل بالاوتيل تبعكم نتبهدل وما فيك تقول له ما في محل، واذا عرف شو عم بيصير وقتها والله منكيف. وصلنا، وقف هون عندك. اسلموا. رح صف السيارة واستناكم لتطلعوا. ماشي. شو يا استاذ؟ ما جبنا شي معنا، كيف ندخل هيك وايدينا فاضية؟ قالت لي على التليفون لا تجيبوا شي. طيب رح روح انا اجيب شي نشربه، ما حلو نفوت هيك. تاريك صاحب واجب. يعني الشغلة بدها شوية ذوق. أنا رح أروح اشتري لي شي شغلة وأنت اطلع لفوق. مثل ما بدك. فاضي معلم؟ فاضي، تفضل. خدني على هذا العنوان إذا بتريد. تكرم. يلا فوت، فوت نقعد. لو تعرف شو صار. مقطوعة من الغاز، ما معي ادفع، كمان الكهرباء. بس ما يهمك، هلا أنا بدفيك.
شو هذا؟ شو رأيك؟ بس أنا ماني بحاجتكم. بالله شو؟ وكل هالفواتير؟ قصدك الغاز والكهرباء؟ يا الله ندمتني لأنه حكيت لك. هلأ أخدي هدول المصاري كتير صرفي تبع عزائي انبسطي وبس يخلصوا بعطيكي. أنت ما في منك رجال عن جد. بس عندي شرط، من هلأ ورايح بتضلي إلي وبس، اتفقنا؟ ايه مو تكرم؟